اليوم كي بتبع الرأي العام الوطني فصدرت توصلت جمعية وسطاء مسلمين تنمية المغرب واحد التوصية جدا هامة اللي كنعتبروها سابقة بالنسبة للمؤسسة الدستورية ديال وصية المملكة اللي كي معروف عليها اليوم ماشي كتحاول تلقى حلول بالنسبة للأفراد في التظلمات ديالها في اتجاه المؤسسات العمومية، في حين اليوم كتبذل واحد المجهود باش تساهم كباقي مؤسسات دستورية الأخرى فاش تلقى حلول لقطاع بيئة كباليه. فالتوصية كانت جد شاملة من ناحية المشاكل والمعاناة اللي كيعانيها قطاع الوسطى في التأمين إلى جانب باقي الفاعلين الاقتصاديين في سوق التأمين بالمغرب. هاد التوصية كنعتبروها تاريخية وإنجاز وتتويج ديال المجهودات دامت أكثر من سنتين. ملف كان جد هام ومليء بالمعطيات سواء من ناحية المشاكل اللي كيهمها القطاع، من توقف وسائل الإنتاج، من السطوة العمومية مستحقات ديال الوسطاء، من المنافسة الغير شريفة اللي كاينة من القطاع البنكي ومؤسسة الائتمان، من مردودية اللي شار لها حتى السيد الوسيط في التوصية ديالو كنشكرو عليها بزاف، لأن المردودية ماشي الناس اللي كيساهموا في الإنتاجية فاعلين رئيسيين اللي هما وسطاء التأمين ما كيستافدوش من الناتج والعائد ديال العمليات ديال التأمين بسبب مجموعة من المعطيات. وشار اللي كيدعو هيئة مراقبة التأمين والتحديث الاجتماعي على أنها تجاوب مع هذه التوصية في أجل ديال شهر، كيبين يعني مدى الأهمية اللي تعطات لهذا الملف من السيد الوسيط اللي هو مشكور على هذا القرار، وأيضا اللي كانت منه يكون فيه تجاوب وبين الموقف السلبي أن الهيئة ما لم تستعمل يعني ما خول لها القانون يعني من صلاحيات، وكيدعو انها تفعل جميع الصلاحيات ويكون باب الحوار مفتوح. وهذا الا كان هذا القرار وهذا الانجاز اللي حنا كنهنئوا به جميع المهنيين، لانه سابقه بالنسبه لجميع التمثيليات السابقه اللي ما عمرها وصلت انها تفعل ادوار مؤسسه دستوريه وتساهم في صدور مثل هذه القرارات باش تعطي حلول تشاركيه، فهو كي غنشيرو يعني جا بمجهودات ديال الجمعيه والسيد الوسيط وايضا في علاقه مع الهيئه الوصيه، وكنتمناو ان هذا التجاوب يكون في اقرب وقت، لان ما يعانيه القطاع والازمات اللي كتهدو فهي جد خطيره كتهدد الجميع بالاباده الاقتصاديه الجماعيه. وحنا كنعتبروه قرار يحسب لهذه المؤسسه الى جانب باقي المؤسسات ديال الدوله. ونبغي نشير ان من ضمن النقاط اللي جات في التوصيه هو ان كاين واحد الجانب ديال المشاكل ديال النزاع اللي ما بين الوسيط وشركه التامين، فهي ما كتدخلش في الاختصاص ديالو بالفعل، لان كتدخل في اختصاص ديال مؤسسات اخرى اللي من ضمنها مجلس المنافسه. فهنا اللي كنبغي نشير ليه هو كيف تفاعلت هذه المؤسسه الدستوريه، كانت منه باقي المؤسسات تمشي في نفس الاتجاه مع جمعية وسطاء مسلمين من المغرب لتصحيح الوضعية ومن الاختلالات اللي كيعاني هذا القطاع، ونساهموا في تفعيل سيادة القانون في الجانب الاقتصادي. والجمعية راه هي حاليا كتسنى قرارات ديال مجلس المنافسة، أيضا قرارات ديال مجلس المنافسه، وايضا كتمشي بالملف ديالها المؤسسات الاخرى اللي مازال ان شاء الله كتشتغل معنا، منها رئاسه النيابه العامه، منها محكمه النقد اللي كنا عندهم هذا الاسبوع بدايه الاسبوع من اجل عقد لقاء مع السي عبد النبوي في اطار المشاكل اللي كاينه والمعاناه اللي كتمس وسطاء التامين في عند لجوئهم الى المحاكم، اللي حنا حاولنا كجمعيه يتفاداو انهم يلجؤوا المحاكم، ولكن الحتميه اللي كاينه حاليا في اطار في انتظار صدور قرارات اخرى. فاحنا كنحاولوا نوضحوا كجمعيه مسؤوله انها توصل المشاكل اللي كيعاني منها وسطاء التامين في اطار وانخراط في المشروع اللي اعلن عليه السي النووي بنفسه ديال اعاده اعتقال القضاء، والمشاكل اللي احنا استجمعناها من مختلف الوسطاء اللي يجوا المحاكم. هذه من ناحيه، من ناحيه اخرى فكنظن ان اليوم هذا يوم تاريخي، كنبغي نهنئ به جميع الوسطاء كمكتب وكمنخرطين مهنيين يعني بهذا الانجاز اللي ساهموا فيه جميعا وساهمنا فيه جميعا،
وكنتمنى ان شاء الله ان هذه المعاناه تلقى النهايه ديالها بهذا الانخراط الفعلي. وكنشكر ايضا جميع الاعلاميين اللي واكبوا الجمعيه منذ بدايتها، لان هذا مجهود ديال سنوات اكثر من سنتين ونصف، لليوم الحمد لله كنلقاو النتائج ديالو.